معنا من مرسين عبر الهاتف الصحفية عائشة صبري. صباح الخير يا عائشة. صباح النور أنسي، حياتي لك يا أستاذ المستمعين. هلا بيك. يعني مثل ما نعرف أنت كتبتي مقال عن التكافل الاجتماعي لموقع تلفزيون سورو، أكيد كنت قريبة جدا من الناس وسمعتي كثير قصص عن التكافل الاجتماعي، عن قصص إنسانية يعني أكثرها وجعا أكثرها فعلا تأثير بالقلب، لو تحكي لنا عنها. حقيقة التكافل الاجتماعي هو نوعان، له صور كثيرة مادية ومعنوية. من الصور المعنوية وهي لا تقل أبدا عن الصور المادية، مثل مثل إعلان الحداد لمعظم المحلات والمؤسسات، إعلان الحداد تضامنا مع أهالي القصف. أيضا هناك أصحاب المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي كان لهم دور تكافلي في نشر التوعية في أثناء حالات القصف والحماية من القذائف، مثل صاحب قناة الزير للتجارة. هذا الشخص قام بنشر مقاطع فيديو تصب في عملية الإسعاف النفسي الأولي، رغم أنه على غير دراية بالموضوع، لكنه من تلقاء نفسه قام بنشر هذه المقاطع، ولا كان لها دور مقاطع في دعم مقاطع دعم نفسي. يعني من خلال مقاطع وفيديوهات نشر على السوشيال ميديا حتى يدعم على الناس على قناته، هو على التليجرام أو على الفيسبوك. له متابعينه يعني في المنطقة، فكان لها دور من شعوره بالآخرين وحبه لهم واستنكاره لفصل النظام. أيضا من أنواع التكافل المعنوي هو توجه الجار إلى جاره الذي تعرض للقصف وعرضه المساعدة بما يستطيع، سواء مساعدة مادية أو مساعدة معنوية. يعني اعطيتينا بعض الامثله يعني عائشه، ولكن بدنا قصه عن جد صارت وعايشتيها ونحكيها اليوم للمشاهدين. تماما. ذكرت لي احد الصديقات في مدينه الاتارب التي ايضا تعرضت للقصف في ريف حلب الغربي، انهم عندما حدث القصف تم قطع التيار الكهربائي في المنطقه. فناداهم جيرانهم ليأتوا إليهم، ربما عندهم مولدة، احتووهم لساعات طويلة أو ربما ناموا عندهم خلال هذه ساعات القصف. يعني الصور جميلة أكيد من الداخل السوري، يعني التكافل الاجتماعي مثل ما بنعرف، حتى اللي عنده خيمة عن جد عم فعلا عم يستقبل حدا معاه بالخيمة رغم يمكن ضيق الخيمة والظروف الصعبة الموجودة بالخيمة، لكن هذا هو المجتمع السوري الجميل، ها هي الحميمية اللي احنا تربينا عليها وفعلا بتظهر بالشدائد. عائشة، انت بما انه يعني كنتي مع تماس كثير عبر الهاتف مع اشخاص موجودين بالداخل وعرفتي كثير قصص، ابرز الاحتياجات الناس اليوم محتاجتها على ارض الواقع؟ ابرز الاحتياجات هي ان الذي قطف بيته هو الان ليس له منزل يأويه، اذا هي ابرز الاحتياجات هو مكان يأويه للسكن. لذلك تم فتح مخيمات هي مجهزه مسبقا، تم فتحها لهم لاستقبالهم. ايضا كل من لديه منزل فارغ أو ربما منزل فيه غرفة واحدة تستطيع أن تستقبل عائلة قاموا باستقبالهم، وقاموا بالنشر على وسائل التواصل خاصة الصفحات المعروفة أنه نحن جاهزون لاستقبال النازحين، أهلا وسهلا بكم، العتبة لنا والصدر لكم. إذا هذا أكثر ما حدث بالنسبة للتكافل الاجتماعي والاحتياجات. عائشة، وضع المساعدات اليوم اللي عم تتم، يعني عم نحكي على التكافل ومساعدة الناس لبعضها، ولكن اليوم في رجل للمنظمات على الأرض، كيف عم بيكون الوضع بإدلب؟ إذا عندك فكرة عن الوضع الإنساني أكثر اللي عم بيصير اليوم، كونك على تماس أكثر ربما مع العوائل. عم تسمعينا عائشة؟ نعم بالطبع. الفرق التي يشكلها الشباب لها دور أساسي في خدمة الناس ومساعدتهم. الكثير من الشباب قد أسسوا الكثير من السلوك التطوعية التي إذا يعني المنظمات يعني عم تعطي على أرض الواقع مثلا خيام روان أو حتى سلة غذائية الناس بحاجة كل شيء. نعم، على سبيل المثال قسم الشباب نفسهم إلى مجموعات وتوقفوا في الطرقات الرئيسية وقاموا بتوزيع المواد الغذائية على العائلات النازحة من القصف. أيضا هناك من تطوع بسياراته الخاصة لتوصيل النازحين إلى المكان الذي يريدونه، ولكن الأهم من ذلك أن هناك أشخاص عرضوا أنفسهم للخطر للدخول لمناطق القصف أثناء القصف
ودخلوا واخرجوا العائلات، وهذا يعني من اعظم الانواع من التكافل الاجتماعي. عرضوا انفسهم للخطر. نعم. لانقاذ العائلات من مناطق القصف. شكرا كثير لك عائشه على المعلومات اللي قدمتيها الصحفيه من مرسين.